مشكورين على هذا الالتفات لمحمد ربيعي بالنسبه للتتويج كمكافاه للتتويج ديالو ديال الميداليه النحاسيه مؤخرا بريو دي جانيرو، وهذه بادره طيبه وما غتكون الا تكليف لمحمد ربيعي باش يزيد ان شاء الله في الاجتهاد ديالو في المثابره ديالو في العمل ديالو باش يزيد يفرح المحبين ديالو المغاربه كامه. وهذا شرف كبير للاسره ديال ربيعي وكذلك الاسره ديال الملاكمه المغربيه، وما يمكن الا ننوه بالابن ديالي ان شاء الله باش يزيد يتابر ويزيد يعمل باش يكون دائما يكون دائما في الموعد ان شاء الله لاحراز العديد من الالقاب وكذلك التشريف لهذه المنطقه ديال البرنوسي. وشكرا لجميع السلطات المحليه وجميع من ساهم ومن من من دعم محمد ربيعي في هذه المنطقه.